بسم الله الرحمن الرحيم. حرف وشبهه من الصرف بريء، وما سواهما بتصريف حري، وليس أدنى من ثلاثي يرى قابل تصريف سوى ما غير، ومنتهى اسم خمس تجرد، وإن يزد فيه فما سبعا عدا، ظهر آخر الثلاث افتح وضم، واكسر وزد تسكين ثانيه تعم، وفعل أهمل والعكس يقل، لقصدهم تخصيص فعل بفعل، وافتح وضم واكسر الثاني من فعل ثلاثي وزد نحو ضم، ومنتهاه أربع إن جرد، وإن يزد به فما ستا عدا، باسم مجرد الرباع فعلل، وفعلل وفعلل وفعلل، ومع فعل فعلل وإن على، فمع فعل إن حوى فعللل، كلا فعلل وفعلل وما غير للزيد أو النقص فما، والحرف إن يلزم فأصل، والذي لا يلزم الزائد مثل تحته، بضمن فعل قابل الأصول في، وزن وزائد بلفظه اكتفي، وضاعف اللام إلى أصل بقي، كرأي جعفر وقاف فستقي، وإن يكن الزائد ضعف أصلي، فاجعل له في الوزن ما للأصل، واحكم بتأصيل حروف سمسمي ونحوه، والخلف في كلملم، فألف أكثر من أصلين، صاحب زائد بغير مين، وليكذا والواو إن لم يقع، كما هما في يؤيؤ ووعوع، وهكذا همز وميم سبق، ثلاثة تأصيلها تحقق، كذاك همز آخر بعد ألف، أكثر من حرفين لفظها رد، والنون في الأخير كالهمز وفي، نحو أضنفر أصالة كفي، والتاء في التأنيث والمضارعة، ونحو الاستفعال والمطارعة، والهاء وقفا كلمة ولم ترى، واللام في الإشارة المشتهرة، ومع زيادة بلا قيد ثبت، إن لم تبين حجة كحاضر سمر. التصريف في اللغة التغيير، ومنه تصريف الرياح، وفي الصلاح يطلق على شيء تحويل بنية الكلمة إلى أوزان مختلفة لضروب من المعاني، كالتكسير، قلت رجل حولت إلى رجال، حولت إلى رجل، حولت إلى رجلين، لضروب من المعاني، التثنية، التكسير، التصريف، والنوع الآخر تغيير، لا لمعنى ولكن لغرض آخر، لغرض آخر تصريفي، قال أصلها قول، جعلوها قال لغرض آخر، وهو أن الواو إذا تحركت بعد فتحة قلبت ألفا، مرموي قال فيها مرمي، تخلصا من اجتماع الواو والياء في كلمة، وسبق إحداهما بالسكون، انشقت السماء غيرت انشقت لغرض غير معنوي لفظي، تخلصا من التقاء الساكنين، هذا التغيير ينتج عنه أشياء، أشياء وهي النقل والقلب والزيادة والحذف والإبدال والإدغام، ولها أحكام، أحكام مجموع أحكامها هو التصريف، فالتصريف هو العلم ببنية الكلمة العربية بما لحروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعلال، واضعه معال الهراء، معال الهراء كان في القرن الأول وأدرك كثيرا من القرن الثاني، وكان الناس يتعجبون من طول عمره، كان في أيام عبد الملك، وكان في أيام المنصور العباسي، قال رحمه الله: حرف وشبهه من الصرف بريء، الحرف والاسم الجامد والفعل الذي لا يتصرف ليس لا يناله التصريف، كم لا تخضع لتصريف، هل حرف لا تخضع لتصريف، كيف تخضع لما قولي حرف وشبهه من الصرف بريء، وما سواهما وهو الاسم المتمكن والفعل المتصرف بتصريف حري، وليس أدنى من ثلاثي ولا قبيل تصريف، الكلمة الواقعة على أقل من ثلاث أحرف لا تخضع لتصريف، وفهم منه أن الاسم الذي يتصرف لابد أن يكون ثلاثيا فأكثر، وأنه قد يقع أقل من ثلاثة لتغيير، مثال الاسم يد حذفت لامه، سه حذفت عينه، عدة حذفت فاؤها، والفعل تقول فيه قل، قل حذفت العين، وتقول عي الدرس حذفت الفاء واللام، الذي المفروض إذا أمرت منه سقطت فاؤه ولامه وبقي على العين،
فإذا وقفت عليه تقول إيه نقول لي وليس أدنى من ثلاثي يراقب إلى تصريف سوى ما غير الاسم المجرد يكون ثلاثيا كرجل ويكون رباعيا كجعفر ويكون خماسيا كسفرجل ولا يزد عن ذلك ومنتهى اسم خمس من وينزد فيه فما سبعا عدا يكون الاسم ثلاثي الأصول ويصير بالزيادة سباعيا نحو استخراج وكذا يكون رباعي الأصول ويصير بالزيادة على سبعة أحرف كحرنجام حرنجام مصدر حرنجمة ويصل المادة حرجمة فالفصل المادة وصول المادة أربعة أحرف أنا قويه ومنتهى اسم الخمس وإن تجرد وإن يزد به فما سبعا عدا الثلاثي يبلغ بالزيادة سبعة والرباعي يبلغ بالزيادة إلى سبعة والخماسي غريب خماسي يبلغ بالزيادة ستة فقط لا يصل إلى سبعة إما قبل الأخير كعضرفوط عضرفوط تقول العرب عضرفوط مركب الجن الذي يركب عليه الجن ويسافر عليه وقال له عضرفوط وكذلك تكون الزيادة بعد الحرف الأخير نحو قبعثرة أو قبعثرة البعير الضخم قبعثرة إذن الثلاثي يصير على سبعة والرباعي على سبعة والخماسي غريب الزيادة لا تلحقه إلا لا يكون إلا ستة وقال بعضهم مغناطيس في زيادة إذا كان أصله عربيا ولعله غير عربي وغير آخر الثلاث افتح وضم واكسر وزد تسكين ثانيه تعم رائع بن مالك قال لك في أول كتاب تقرب الأقصاد لفظ موجزي هذا البيت جمع فيه 12 وزنا في ساعة واحدة بيت واحد وغير آخر الثلاثي وهو أول هو ثاني افتح وضم واكسر وزد تسكين ثانيه الأول يكون مفتوحا ومضموما ومكسورا والثاني يكون مفتوحا ومضمونا ومكسورا وساكنا اضرب ثلاثة في أربعة اثنى عشر ثم جاء البيت آخر قال وفعل أهمل فعل كسر الأول وضم الثاني مهمل لغير موجود في العربية وعكسه يقل وهو ضم الأول وكسر الثاني قليل العربية قال بعضهم غير موجود وقال بعضهم بل هو قليل سمع منه ثلاث كلمات رؤم وعل دل بقيت نعم رؤم اسم للستي وعل حيوان معروف يقال فيه وعل ويقال وعل ودؤل ذويبة صغيرة وهو اسم لقبيلة من قبائل كيانة يقال له بني دؤل ومنهم أبو الأسود الدؤلي كان مساعدا لعلي بن طالب يقال إنه واضع النحو بأمر أمير المؤمنين علي بن طالب قال وفعل أهمل والعكس لقصده أن تخصص فعل بفعل جعلوا فعل خاصة بالاسم بن المجهول كقتل وكتب نعمل لا لحظة فنقول بسم الله الرحمن الرحيم بقيت عشرة أوزان استبعد واحد قال مهمل غير موجود وآخر قليل بقيت عشرة فلنفتح الأول ونقول نفتح الأول فنقول جبل نفتح الأول ونقول رجل نفتح الأول نقول كتف نفتح الأول نقول فلس أربعة بعض يديك أربعة فنكسر الأول نقول إبل بكسر الأول والذي يليه ونقول إبل ونقول عنب ونقول عزل بكسر الأول وإسكان الثاني وكسر الأول وضم الثاني مهمل هذه أربعة وثلاثة سبعة فلنضم الأول ونقول عنق ولنضم الأول نقول صرد ولنضم الأول فنقول قفل ولنضم الأول فنقول ذئل قليل وذلك لا أعتد به ثلاثة وسبعة عشر نقول وفعل أهمل والعكس يقل لقصده أن تخصص فعل به الإقراء وافتح وضم واغسل الثانية من فعل الثلاثي يكون ثانيه مفتوحا كضرب ومضموما كشرف ومكسورا كفهم وترك أوله ترك أهلانه لا يكون ساكنا العرب لا يدري ساكن ولا يكون
مضموما ولا مكسورا لثقلهما ولثقل الجعل. أولا الأول لا يكون إلا مفتوحا. تركوا لنقل نقولهم أحد وافتح وضم واكسر الثانية من جعل ثلاثي وزد نحو ضم. كذلك يكون مضموم الأول والمكسور الثاني نحو ضمنا وكتب. قال بعضهم هي صيغة رابعة، وقال بعضهم هي صيغة مفرعة عن صيغة فعل فليس صيغة. ماشي خلاص. قال منتهى واربعون من جلدة. الفعل بكثرة تصريفه لم يجاوز به أربعة، لأن اللغوي حد الاسم، الاسم حزم المجرد حده خمسة، جعله أربعة فقط، وجعله ثانيه ساكنا، ولم يجعل الثالث ساكنا، لأنه يعرض له السكون الداخل للاتصال بضم الراء المتحرك، فيلتقي ساكنان، ولذلك خففوه، سكنوا ثانيه، ولم يسكنوا ثالثه، حتى يلتقي مع الرابع إذا سكن للضمير. قال ومنتهاه أربعون إن جلد كوسوس ودحرج وعربد، وهو ليس كثيرا. أكثر الأفعال في العربية فعل، يليها الكثرة فعل، يليها الكثرة فعل، وأقلها فعل الرباع المجرد. الفعل يبلغ بالزيادة ستة ولا يزيد عليها أبدا، فتقول في خرج أخرج بزيادة حرف، وتقول انطلق بزيادة حرفين، وتقول استخرج بزيادة ثلاث حروف، وفي الرباعي له ثلاثة وزان فقط، له مزيد فزان، وهي تفعل لا كتبع ثرى، وفعل لا كحرن جمع، وفعل لا كشم أز. أما الثلاثي المزيد بجعلها بعضهم 25 وزنا، ثلاثي المزيد 25 وزنا. لحظة، الاسم المزيد فيه سوف يأتي أوصله سيبويه إلى 308 وزن، واستدرك عليه بعضهم 80 وزنا أو أكثر قليلا، فمجموع الأوزان الزائدة العربية لا يصل إلى 400، والأفعال 25. أقرأ الاسم مجرد. قال الاسم المجرد الاسم له 20 وزنا، اسم مجرد 20 وزنا، 10 للثلاثي وستة للرباعي المجرد وأربعة للخماسي المجرد، وانتهى. قال الاسم مجرد الرباع فعلل كجعفر، وفعلل كزبرج السحاب زبرج، وفعلل كدرهم، وفعلل كبرذن، ومع فعل كقمطر وعاء الكتب، فعل فعلل كيخدب. قال بعضهم يخدب فعل غير موجود، لأن كل ما سمع فيه فعلل سمع فيه فعلل، قال وفاع عن فعل. وعلى كل حال هو جعلها ستة، هذه فعلا فعل فعلا فعل فعلا ها فعل، بارك الله. نعم. وإن زاد على ذلك فمع فعلل يكون على وزن فعلل، فعلل كسفرجل، فعلل حوا فعلل لا كجحملش، جحملش العجوز الكبيرة والأفعى أو الأرنب الضخم، جحملش هذه حلاها فعل كذا. فعلل كقذعمل، قذعمل أي شيء، فعلل كذا فعل. وفعلا كقرطعل حقير. أقرأ. ما غير هذا للزيدي، إذا غير هذا فللزيادة، كاستخراج وانطلاق وأحمد وعامر، ما غير هذه الأوزان فإنه زائد، فإنه زيد. أو النقص كيد أصلا يد ينهى، ودم صدم، أو النقص تمام ترك شيء. كان علي نقول ست أشياء، الزيادة والنقص والشذوذ نحو طحربة وهي السحاب، طحربة طيب هذه الشاذة، أو مركب تركيب مزي كبعلبك تركيب مزي، أو أعجمي كبلخش، بلخش فارسية، أو الجمود شبه الحرف نحو كم. إذا ما غير هذه الأوزان اجعله إما زائد وإما نقص وإما شاذ وإما مركب تركيب مزي وإما أعجمي لا يخضع للغة العربية وإما جامد شبيه بالحرف. ستة. هذا ما قاله ابن مالك،
والحرف إن يلزم فأصل، والذي لا يلزم الحرف الذي يلزم الكلمة بجميع تصاريفها هو أصل. استخرج استخراج، أخرج خرج، خارج مخرج به، الخاء والراء والجيم لزمت كل التصاريف لأنه أصل، بخلاف الألف والسين والتاء قد تسقط، والهمزة قد تسقط، تقول أخرج ثم تقول خرج. ونقول والحرف إن يلزم فأصل، والذي لا يلزم الزائد هو زائد، مثل تحت حلا تقول فيها احتلى من اقتدى او انتعل انتهى زائد. هذا ما قاله ابن مالك. ورد عليه قيل ابن مالك الواو في وعد اصل ولا تلزم كل التصاريف، اذا اتيت بالمضاد قلت يا ايابت. جوهر الواو زائد للحاق بجعفر وهي لازمة في كل التصاريف لا تنفك. عصنصر النون زائدة قطعا كما سيظهر لك في قوانين التي سيضعها وهي لازمة، وهي زائدة وهي لازمة للكلمة. فلنقل صح، وقال له فلنقل يا ابن مالك الزائد نوعان، ضعف أصل وغيره. ضعف أصل لا بد أن يكون يماثل اللام كجلبب الباء، ضعف أصل لازم الباء مع الاتصال ومع الانفصال، مثل حلتيت التاء الثانية زائدة تماثل التاء الأولى بينما فاصل وهو الياء، أو يكون ضعف عين مع الاتصال نحو قدم الدال ضعف الدال ومثلها، أو الانفصال بزائد نحو عصنصر عصنصر فعنعل الصاد الثانية زائدة ضعف الصاد الأولى وبينما نون زائدة. فإن كان الفاصل بينهما أصليا كانت الصاد كانت الثانية أصل نحو حدرد حدرد كله أصل، أو أن يكون بممازلة لام وعين لام وعين ومباينة الفاء نحو نحو مرمريس الزائد ضعف لام وعين ضعف لام وعين عين وعين ولام ولام والفاء مباين وهو ذي، أو أن يكون بمماثلة فاء وعين ومباينة اللام نحو صمحمح الأصلع صمحمح صمحمح صمح مح، هذا بمماثلة مرمريس بمماثلة الفاء والعين ومباينة اللام، وصمحمح مماثلة العين واللام ومباينة الفاء. واضح؟ فإن مثلا لا الفاء وحدها فهو وصل نحو قرقف اسم من أسماء الخمر وزنه ضعلل، هذا ما قاله. وغيره وهو لا يكون ضعف وصل لا يكون إلا أحد حروف جمعها العرب في قولين سألتمونيها، حروف الزيادة سألتمونيها. قيل مبرد ما حروف الزيادة؟ قال سألتمونيها قالوا نعم، قال سألتمونيها قال نعم، قال سألتمونيها قال نعم، قالوا نعم، قال أجبتكم ثلاث مرات ولم تفهموا هي سألتمونيها. جمع ابن مالك رحمه الله تعالى في بيت واحد أربع مرات، قال هناء وتسليم تلا يوم أنسه نهاية مسؤول أمان وتسهيل. أنا أقول والحرف إن يلزم فأصل، والذي لا يلزم الزائد مثل تحت ذي. كيف ما أغرض زيادة نسترسل أو نقف؟